اليوم بعنوان بين عامين ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدتها وتعقدها الحكومة حول برنامج التحديث الاقتصادي. اللقاء شارك فيه نخبة من الساسة والتنفيذيين ورجال الاقتصاد وأيضا والتخطيط استجابة لتوجيهات جلالة الملك دائما بضرورة عقد اللقاءات المتكاملة لإيجاد الآفاق وأيضا استطلاع النتائج والتطوير الذي حصل والتحديث والإنجاز الحكومي في المشاريع التي وعدت بها الحكومة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. أيضا قدم دولة الرئيس اليوم في كلمته الافتتاحية على وأشار إلى أهمية المخاطر التي رافقت عملية التحديث الاقتصادي والإنجازات في المشاريع التنموية والمشاريع الحكومية وأيضا المتطلبات والممكنات اللازمة للتحديث الاقتصادي المنشود. أيضا دولة رئيس الوزراء تحدث عن التحديات الاقتصادية التي فرضتها حرب غزة على الاقتصاد الأردني وعلى الإقليم. أيضا نائب رئيس الوزراء تحدث عن أبرز إنجازات الحكومة خلال عام 2023، معدلات النمو، معدلات البطالة. أيضا في نهاية هذا اللقاء لهذا اليوم شرفنا جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وسيدي صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد هذا اللقاء، وكان هناك توجيهات من جلالة سيدنا للحكومة وكافة الحضور الكرام لهذه الجلسات التي انعقدت خلال اليوم. أترك نائب رئيس الوزراء معالي السيد ناصر الشريدة للتحدث إليكم حول أبرز مخرجات هذا اللقاء. تفضل. يا سيدي شكرا معالي الأخ، وأنا بشكر وجودكم معنا هذا المساء. الحقيقة كان يوم حافل بامتياز. هذا اللقاء اللي أتى لترجمة توجيهات جلالة سيدنا في تأكيد على النهج التشاركي، التأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص، التأكيد على ضرورة الاستمرار بالتواصل حول مخرجات مسارات التحديث سواء كانت تلك السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية، واليوم ركز على المسار التحديث الاقتصادي. طبعا لقاء شارك به ما يزيد عن 150 شخصية من مختلف الفعاليات، من مجلس الأمة بشقي العيان والنواب، من غرف الصناعة، غرف التجارة، الجمعيات المختلفة، الفعاليات الاقتصادية المختلفة، واللي صار خلالها الحقيقة حوار ثري على ما أنجز في عام مضى من مؤشرات على مستوى الأداء الاقتصادي، من مؤشرات على مستوى الأداء المالي، على الأداء النقدي، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأيضا تم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام في مختلف المحركات الثمانية التي تستهدفها الرؤية. طبعا حضور جلالة سيدنا لجانب من هذا اللقاء كان حضور مميز. تم التأكيد على أهمية الاستمرار في الإنجاز ومتابعة كافة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للأعوام 23-25 على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع القطاع الخاص لتمكيننا من التغلب على التحديات القائمة والوصول إلى مستهدفات الرؤية المرتبطة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية متسارعة، تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق وتوليد فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين والأردنيات من أبنائنا. لا ننسى أنه أيضا الجهد اللي بذل خلال العام الأول من رؤية التحديث الاقتصادي هو يعتبر بمثابة حجر أساس لعشر سنوات قادمة، بحيث أنه وتيرة الإنجاز تكون أسرع وأفضل خلال الأعوام القادمة. شكرا معالي الأخ على هذا الإيجاز وعلى هذه المعلومات التوضيحية لأبرز مخرجات هذا اللقاء. زملاء الكرام، احنا لا يسعنا الا ان نشكركم في نهاية هذا الإيجاز على ما تفضلتم به من متابعة حديثة لمجريات الحوار الذي تم اليوم في هذه الورشة وهذا اللقاء المهم، والذي سيكون ايضا
له نهج استمراري في التواصل والتشارك كما تفضل نائب رئيس الوزراء، وكما أيضا حثنا جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم في ختام هذا الملتقى الوطني المهم في موضوع مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي وأبرز إنجازاتها لما في خير الأردنيين ومستقبلهم ورفاههم وازدهار دولتهم. شكرا لكم. وشكرا لكم، وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات شبيهة بالمستقبل. شكرا.